إذن هذا الحفيظي مرة أخرى، هذا ميتولي، ميتولي من بعيد هدف أول الدراري من البداية، ميتولي كيماركي الهدف الأول الخوص بتسديدة صاروخية لميتولي. إذن 1-0 الدراري الفريق الرجاء على الجيش الملكي الدراري في دقيقة 5 فقط. السلام عليكم الخوتس، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم الدراري غنلعبوا الحلقه 7 مهنه مدرب في الدوري المغربي بنادي الرجاء. في هذه الحلقه هذه الدراري غنجيبوا اللاعب اشرف حكيمي، نحاولوا نتفاوضوا معه باش يجي للفريق الرجاء. فسمحوا لنا الخوتس على التعطال ديال تنزيل الفيديوهات، ان شاء الله القادم غيكون احسن. اي سلسله في هذه القناه هذه غنختموهم كاملين الخوتس، الا عندكم شي سلسله اخرى خليوها لي في التعليق. والا بغيتوا الدراري اللاعب سفيان بوفال خليوها لي في التعليق باش نجيبوه للرجاء الخوت. فبلا ما نطول عليكم خليو معكم شي لايك وخليونا ندخلوا ديريكت الفيديو. اذا الخوت على بركة الله غنبداو الخوت. اول حاجة غنمشيو للجدول الفريق ديالنا ونشوفوا المباريات اللي عندنا الدراري. اذا اول مباراة الخوت غتكون ربع نهائي كأس العرش امام الجيش الملكي اللي غيكون الكلاسيكو المغربي الخوت بالنسبة للرجاء والجيش الملكي. المباراة الثانية الدراري غتكون عندنا الخوت في الدوري المغربي الجولة 15، علما ان الخوت الرجاء كتصدر الدوري المغربي لهذ السنة هذه. اذا عندنا الخوت ثالث مباراة غتكون الجولة 16 مع شباب السوالم الخوت في الدوري المغربي. نحاولوا نغلبوا الدراري هذا اللي ما شادوا باش نبقاو في صدارة الترتيب الدوري المغربي ونتحصلوا عليه في اخر الموسم. اذا دابا الدراري غنمشيو ديريكت للمفاوضات وغنجيبوا اللاعب اشرف حكيمي الخوت. اذا غنديروا بحث هكا الدراري ونمشيو لباريس سان جيرمان الخوت. اذا الدوري الفرنسي غنمشيو لباريس سان جيرمان باش نجيبوا اللاعب اشرف حكيمي. اذا غنديروا بحث الخوت هكا. اذا الدراري هذه القائمه ديال باريس سان جيرمان. احنا كيهمنا الدراري اشرف حكيمي اللي هو الخوت، وهذا ظاهر ايمن. اذا اشرف حكيمي نحاولوا نتفاوضوا مع الدراري. الطاقة ديالو اللي 84 الدراري، نتمنوا ما يرفضش هذا العرض هذا ويجي عندنا الفريق الرجاء الخوت باش تكتمل التشكيلة ديالنا الدراري. إذا غنديروا بدء المفاوضات الانتقال، غنديروا الدراري طلب الإعارة لمدة سنة، من بعد الخوت غنديروا التوثيق الرسمي باش يبقى معنا الخوت موسمين ولا ثلاثة في الفريق الرجاء. إذا الخوت غنديروا طلب الإعارة لمدة سنة فقط الخوت. إذا رسوم الانتقال نحاولوا الدراري هكا خيرات أولويات الشراء، غنديروا هكا الخوت علامة. إذا رسوم الانتقال الراتب السنوي، إذا غنديروا أوكي الخوت. فعلنا الخيار ديال أولويات الشراء، يعني أن الدراري غنديروا له إعارة للموسم واحد، من بعد الدراري غنديروا باش نوثقوا مع الخوت باش يبقى في الرجاء لموسمين ولا ثلاثة مع الرجاء. إذا غنديروا نعم الخوت ونستناو الرد من أشرف حكيمي الخوت. اذا هذا هو اشرف الخوت. دابا نرجعوا مباشره ونمشيو للمباراه ديالنا المهمه في ربع نهائي كاس العرش امام الجيش الملكي. اذا الخوت غنديروا تقديم الى الوقت الى المباراه مباشره. اذا الجيش الملكي ونادي الرجاء الخوت، غنمشيو لخطه اللعب مباشره هكا. اذا التشكيله ديالنا الدراري كالعاده الخوت، عندنا حميد احداد راس الحربه، عندنا الرحيمي الخوت الجناح، عندنا الحافظي كذلك، عندنا ميتولي، عندنا العرجون، وعندنا الوردي الخوت، عندنا محمد شيبي، حركاس، بدر بانون، وعندنا الناهيري الزنيسي في الحراسه. هذه هي التشكيله ديال فريق الرجاء. دابا غنمشيو الخوت نديرو ركله البدايه الدراري، المباراه ديال الرجاء والجيش الملكي. اذا ركله البدايه مباشره. قدم من البطوله الى الدور ربع نهائي، دور ربع نهائي يعني أفضل ثمانية أندية متواجدة الآن في مرحلة متقدمة من البطولة، ويعني أننا سنشاهد مباريات مختلفة عما شاهدنا في المراحل السابقة. كل مباراة بأهميتها، كل مباراة بمثابة معركة لبلوغ أدوار متقدمة، نصف النهائي وبعد ذلك النهائي وربما اللقب. كل هذه الأشياء سنترقبها وإياكم. الله على الروعة هنا في هذا الملعب، أجواء مشتعلة وكل إذا كتنتقل الكرة للفريق الرجاوي، نحاولوا الدراري باش نتأهلوا نصف النهائي ديال كأس العرش. إن شاء الله الخوت تكون الخماسية في هذا الموسم هذا ما بين الدوري المغربي وكأس العرش والشامبيونز ليغا الدراري والسوبر المغربي والسوبر الإفريقي الخوت. إذا هذا الحفيظي مرة أخرى، هذا ميتولي، ميتولي من بعيد هدف أول الدراري من البداية، ميتولي كيماركي الهدف الأول الخوت بتسديدة صاروخية لميتولي. إذا 1-0 الدراري الفريق الرجاء
على الجيش الملكي الدراري في دقيقة 5 فقط، ما تمكننا الدراري باش نجيبوا الهدف الأول من دميت ولي. إذا 1-0 الخوص، نحاولوا نبقاو في هذه الإيقاع هذا باش نفرضوا الدراري السلطة ديالنا، السلطة تراجع على الجيش الملكي. إذا هذه الإعادة الخوص الحافظي حضر كرة لميت ولي، ميت ولي مباشرة الشبكة، الخوص ما خمم ما والو ديريكس. إذا 1-0 قبل أن تشكل خطرا على فريقه. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، الحافظ يا الدراري كيدي عاد المحاولة هذه. إذا وصلنا لدقيقة 33 الخوص، 1-0 الفريق الرجاء على الجيش الملكي. المباراة الدراري بدأت في الصعوبة ديال الخوص ابتداء من هذه الدقائق هذو. الرحيمي كتلقى باس مرة أخرى هذا الحداد، الحداد كيحاول يخرج لميتولي، مرة أخرى الحافيدي، الحافيدي الحافيدي الحافيدي، يلا باقي كيحسب هذه الكرة هذه، كيحضر أسيست مرة أخرى، هذا ميتولي، ميتولي هدف عالمي الدراري، هدف ثاني، 2-0 الفريق الرجاء الخوت. إذا ميتولي كيسجل ثنائية في هذا الماتش هذا الخوت، 2-0 الفريق الرجاء على الجيش الملكي في ربع نهائي كأس العرش الدراري، وهذه النتيجة هذه كتأهلنا للنصف النهائي. كيبقى جوج لي ماتش الخوت باش نحصدوا اللقب ديال كأس العرش. إذا هذا هو ميتولي الخوت، شوف الإعادة، شوف 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 الحفيظ ديال الدراري كيحتفظ بهاد الكرة أمام الدفاع ديال الجيش الملكي. هنا الخوت الأسيست وتسديدة عالمية ديال ميتولي اللي عسات الأكل ديال الهدف الثاني الخوت. إذا 2-0 الفريق الرجاء. هذه صعيبة الدراري، هذه صعيبة، الانفراد الانفراد لحسن الحظ الخوت، خرجت هذه الكرة هذه وضعت على الجيش الملكي. ضف 4 دقائق ديال البدل الضائع الخوت، يلا نحاولوا نخرجوا كرة مناطق الدفاع، والرأسية ديال لاعب الجيش الملكي الخوت خرجت على المرمى ديال زنيتي. إذا ضربة مرمى الخوت لفريق الرجاء، يلا زنيتي نحاولوا نخرجوا كرة طويلة لأن الوقت ما بقاش الدراري، يلا الحافيدي، يلا حدادة حدادة ضاعت عليك هذه الكرة هذه كترجع للدفاع ديال الجيش الملكي. يلا الرحيمي صلى الماتش الخوت بهدفين لصفر، الرجاء كتعبر مباشرة لنصف نهائي ديال كأس العرش على حساب الخوت الجيش الملكي في نصف. إذا هذا هو النتيجة، الخوت هدفين لصفر للفريق الرجاء على الجيش الملكي. إذا هذه هي النتيجة الخوت ديال الربع نهائي ديال كأس العرش. إذا سريع واد زمان الخوت كيغادر مع الفتح الرباطي، بركان على اتحاد طنجة الدراري كتأهل بركان، الجيش الملكي كتغادر الخوت أمام الرجاء، وعندنا الدراري الوداد كتغادر كذلك بركلات الترشيح اللي كانت 6-5 الخوت. إذا الوداد كتغادر من الربع النهائي ديال كأس العرش. إذا هذا الخوت هو نصف نهائي، عندنا الفاتحة الدراري غيواجه بركان في نصف نهائي ديال كأس العرش، وعندنا الرجاء الدراري غيواجه أولمبيك أسفي في نصف نهائي ديال كأس العرش. إذا هذا هو مربع الذهبي ديال كأس العرش الخوت. إذا غنمشيو للتالي مباشرة. إذا دابا الدراري عندنا الجولة 15 الخوت في الدوري المغربي أمام بركان، لكن قبل ذلك الدراري غنمشيو عندنا الرد ديال أشرف حكيمي، إذا المفاوضات مباشرة. إذا هنا الخوت فريق آخر، إذا هذا هو أشرف حكيمي الخوت، قبول الشروط، إذا أشرف حكيمي كيقبل باش يجي الرجاء الدراري. إذا هذا هو أشرف حكيمي الخوت أخيرا قبل باش يجي الفريق الرجاء. إذا الدراري هذا هو أشرف حكيمي الدراري عندنا في الانتقالات الشتوية، الخوت غيلتحق اللاعب أشرف حكيمي، وعندنا البلايلي ومالونغو، ثلاثة اللعابة اللي غيلتحقوا في الانتقالات الشتوية اللي غتكون الدراري بعد مباراتين الخوت ديال الدوري المغربي. عندنا مباراة مع بركان وشباب السوالم، مباشرة الخوت غيلتحقوا بينا هاد ثلاثة اللعابة الدراري، أشرف حكيمي البلايلي ومالونغو. إلا خصكم الدراري بوفال خليوها لي في التعليق، لأن الصراحة الخوت خصني نجيب بوفال لفريق الرجاء، فإلا بغيتو أيضا نتوما الدراري خليوها لي في التعليق. فدابا غنمشيو الخوص المباراة ديالنا مباشرة اللي كتجمعنا مع بركان، الجولة 15 من الدوري المغربي. إذا تقديم إلى الوقت إلى المباراة مباشرة. إذا بركان والرجاء في الجولة 15 من الدوري المغربي، غنديرو ركلة البداية مباشرة. قبل انطلاقة المباراة يبدو أن كل شيء مثالي هنا من أجل مباراة كرة قدم ممتعة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. نتواجد اليوم في ملعب رائع كما تشاهدون الصور، كل شيء
اذا الخوش كتنطلق الكره الفريق ديال بركان نحاول الدراري نغلبوا في هذا الماتش هذا باش نبقاو في الصداره ديال الدوري المغربي، لان الرجاء الدراري اللي كتصدر الدوري المغربي. فهذه هي الخط الجوله 15 من الدوري المغربي امام بركان. يلا ضغط يا متولي، نحاولوا نقطعوا كره من البدايه. لا زالت السيطره لبركان. خرج كره يا النايري. النايري وخرجت الخط الكره كترجع التماس ديال بركان الخوت. يلا نحاول واد الدراري، كل واحد يشد اللاعب الدراري. يلا مره اخرى، يلا العرجون نحاول الضغط يا العرجون مره اخرى. خرج كره مناطق الدفاع وخرجت الخوت هذه الكره هذه بسلامه على الدفاع ديال الرجاء. يلا الحافظي والهربه، الحافظي ولا احد الحافظي. نحاول من هنا ديريكت مره اخرى المتابعه الدراري والهدف الاول 1-0 الخوت. اذا الحافظي كيماركي الهدف الاول، علما ان الخوت لاعبين خارج الديار مع بركان. اذا هذا هو الحافظي الدراري والهدف الاول للفريق الرجاء الخوت. بغينا نبقاو صدارة الترتيب ديال الدوري المغربي، وهذا المباراه اللي صعيبه الدراري مع بركان. اذا 1-0 الحافظي هو اللي مارك الخوت الهدف. با هدف عالمي الخوت ديال الحافظي، الرأسية الدراري ديال الحافظي. وإذا أصبحت النتيجة الدراري 2-0 الحافظي كيماركي هدفين في هذا الماتش هذا، وهذه الاحتفالية المجنونة ديال الحافظي. إذا هدفين لصفر. شوف الإعادة، شوف يا سلام على الإعادة. الخوت النهيري اللي يرفع هذه الكرة هذه مباشرة الرأسية، والهدف الثاني للفريق الرجاء على بركان. اذا هذه كره رجويه. يلا العرجون كيحاول يخرج كره طويله هذا الرحيمي كيخرج مره اخرى، لكن الدفاع ديال بركان الدراري الحكم ما كيحتاجش بالخطا. كترجع هجمه لفريق بركان. يلا نحاول نضغط واحد كاس الخوت معلم في الدفاع. يلا هذا العرجون كيخرج كره الرحيمي كيخرج كره طويله مره اخرى هذا. يلا حميده حداد والدفاع ديال بركان الخوت. النتيجه ما زالت هدفين. اذا صلى الماتش الدراري، غلبت الرجاء الخوت 3 نقاط جديده في الدوري المغربي في الجوله 15 مع بركان الخوت لاعبين خارج الديار. حققنا المهم اللي هي 3 نقاط الدراري. اذا هذو هما نتائج الجوله 15 الدراري، تمكنا باش نحققوا 3 نقاط اللي مهمه مع بركان الدراري. وغنمشيو للترتيب الدوري. اذا الخوت الرجاء في المركز الاول 36 نقطة، والمركز الثاني نادي الوداد 34 نقطة، والمركز الثالث سبورتينغ المحمدية 32، والمركز الرابع الخوت اللي هو بركان الدراري 41 نقطة، والخامس الجيش الملكي 23 نقطة. اذا الدراري دابا غنمشيو ديريكت مباراة التالية. اذا الخوت دابا عندنا مباراة مع شباب السوالم الدراري في الجولة 16 من الدوري المغربي. اذا الخوت غنمشيو ديريكت المباراة ديالنا اللي كتجمعنا الدراري مع شباب السوالم. اذا شباب السوالم والرجاء الخوت في الجولة 16 من الدوري المغربي، غندخلوا المباراة ديالنا مباشرة الدراري. اذا ركلة البداية قبل انطلاقة المباراة، يبدو ان كل شيء مثالي هنا من هذه المباراة. كرة قدم ممتعة لان الاجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل. اذا كتنتقل الكرة شباب السوالم، لاعبين الخوت خارج الديار مع شباب السوالم في الجولة 16 من الدوري المغربي. نحاولوا الخوت نحققوا 3 نقاط اللي تكون ايجابية الدراري باش نبقاو في الصدارة ديال الدوري المغربي. اذا هذه كرة لازالت لشباب السوالم. يلا نحاولوا نضغطوا مرة اخرى. هذه كرة مرة اخرى. يلا بدر بانون كيخطع هذه الكرة هذه، كيخرج كرة طويلة. هذا الرحيمي مرة اخرى كيطلق باص مع حميدة حداد الحافظي. ضاعت عليك هذه الكرة هذه مرة اخرى. لازال الضغط للحافظي، الحافظي كيحسب هذه الكرة هذه. نحاولوا رفعوا مباشرة. يلا الرأسية العرجون والمتابعة، لكن الدفاع ديال شباب السوالم. يلا حميدة حداد مرة أخرى الرحيمي، وضاعت الدراري هذه الكرة هذه. إذا الحارس كيتألق الخوت ديال شباب السوالم، وضاعت هذه الكرة هذه على سفيان الرحيمي. كترجع هجمة ديال شباب السوالم. يلا نحاولوا نضغطوا يا حركاس. يلا الخوت النتيجة مازالت 0-0، خصنا نماركيو الدراري باش نضمنوا 3 نقاط. يلا ولكن الحكم كيحتسب هنا الخطأ الدراري ديال شباب السوالم، ركزوا مع هذا الخطأ هذا. يلا وياي ضربت في العارضة الخوت هذه الكرة هذه ديال شباب السوالم. شوف الإعادة، شوف لحسن الحظ الخوت ضربت في العارضة وخرجت هذه الكرة هذه ديال شباب السوالم. حاول تمريرها من بين المدافعين. اذا هذا حميدة حداد الانفراد كتلقط باص الحافظي والرأسية مرة أخرى. الحارس الدراري كيتألق ثلاثة هاد المرات الدراري. مازالت كرة حميدة حداد كيخرج كرة طويلة العرجون، وضاعت هاد الكرة هادي الدراري على الرجاء. المحاولة الخوت لمتتالية لكن التألق ديال الحارس
ديال شباب السوالم الدراري نحاولوا نضغطوا مره اخرى. يلا العرجون 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 مره اخرى. العرجون كيطلق باس هذا مره اخرى الوردي. يلا تلقى باس الحداد حداد يا الحداد وضاعت عليك هذه الكره هذه. لا احد مره اخرى. يلا سير سير العرجون سير العرجون الدقائق الاخيره سير تلقى باس طويل. يلا حميده حداد ولكن الدفاع ديال شباب السوالم الدراري. اذا صلى الماتش للاسف الخوت تعادل مع هذا الماتش هذا. التالق الحارس اللي كان واضح الدراري ديال شباب السوالم حصدنا نقطة واحدة من هذا الماتش هذا الدراري. نحاولوا نعوضوا في المناسبات اللي جايين ان شاء الله. اذا هذو نتائج الجولة 16 الدراري لحسن الحظ الخوت. اذا نقطة واحدة فقط من هذا الماتش هذا اللي كان مع شباب السوالم في الجولة 16. اذا غنمشيو للترتيب ديال الخوت. اذا في الترتيب الدراري حنا مازال في المركز الاول 37 نقطة. المركز الثاني ديال الوداد 35 نقطة. المركز الثالث شباب المحمدية الدراري ب 33 نقطة. المركز الرابع ديال البركانة الدراري ب 32 نقطة. المركز الخامس اللي يوسفية تبرشي 23 نقطة. هي والجيش الملكي الدراري كيتقاسموا هذا المركز هذا. اذا غنمشيو للتالي مباشرة. اذا الخوت هنا تحديد المرتب ديال النادي الدراري. نشوفوا المركز ديال النادي ديالنا الدراري اللي هو الرجاء. اين تصنيف الخوت العالمي؟ شوفوا تصنيف النادي. اذا هذا هو التصنيف العالمي الخوت. اذا حنا في المركز 21 الدراري عالميا الخوت. اذا الرجاء كيحتل المركز 21 الدراري كما كتشوف الخوت. هذا هو التصنيف ديال الانديه. والمركز الاول اللي هو باريس سان جيرمان. المركز الثاني الدراري ليفربول. المركز الثالث برشلونه الخوت. المركز الرابع ريال مدريد. المركز الخامس لمانشستر سيتي. والمركز السادس مانشستر يونايتد. والباير كتحتل المركز السابع الخوت. اذا هذا هو ترتيب الانديه كما كتشوف الخوت. اللي كيهمنا هو الرجاء الدراري كيحصل المركز 21. اذا غنمشيو مباشره. اذا الخوت غنهي الفيديو ديالي هنايا. كنشكركم على المشاهده ديالكم. الا بغيتوا الخوت ننتقلوا لشي فريق خليوها لي في التعليق. والا بغيتوا الدراري نجيبوا شي لاعب للرجاء كذلك خليوها لي في التعليق. فتحياتي لكم. طلعوا.